السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. سنتحدث في هذا الفيديو بإذن الله استكمالا لما بدأناه في الفيديو السابق عن الاتصال بقواعد البيانات MySQL من خلال الجافا أبليكيشنز. لقد وقفنا في الفيديو السابق عند جملة أو عند الأوبجكت من كلاس كونكشن الذي استطاع أن يتصل أو يقوم بالاتصال بقاعدة البيانات عن طريق الاسم المستخدم وكلمة السر. نريد الآن أن نتعامل مع قاعدة البيانات. ما الذي نفعله تحديدا؟ دائما نتعامل مع قواعد البيانات المبنية على الستاندرد المسمى SQL عن طريق SQL Language. SQL Language هي Standard Query Language، وهي لغة بسيطة تحتوي على بعض الأوامر التي تمكننا من التعامل مع البيانات. الأمر الذي سنتعامل معه الآن أو الكوماند أو الـ SQL كوماند الذي سنتعامل معه الآن يسمى select. select بمعنى اختار أو اقرأ البيانات. سنرى الآن كيف يمكننا من خلال تطبيق الجافا الذي نقوم بتطويره بإرسال أمر يجعل الماي اس كيو ال سيرفر يدخل إلى قاعدة البيانات المسمى جافا داتابيز، ثم يدخل إلى ماي كونتاكتس ويقوم بقراءة كل البيانات الموجودة داخل هذا الجدول، ثم يقوم بإرسالها لنا. سنتعرف الآن على في هذا الفيديو على نوعين جديدين من الداتا تايبس أو two classes. الكلاس الأول هو يسمى prepared statement. prepared statement هو variable. هذا ال variable سنسميه مثلا MySQL أو سنسميه مثلا MySQL. هذا ال variable سيحتوي على الجملة الذي أريد أن أقوم بتنفيذها. هذه الجملة تنفذ بالطبع على قاعدة البيانات التي قمنا بالاتصال بها، فبالتالي أستطيع أن أحصل على أو أكون هذه الجملة بدلالة الأوبجكت المسمى My Connection. سأقول له Prepare Statement، قم بتجهيز هذه الجملة. ما الجملة التي سنقوم بتنفيذها؟ سنقوم بتنفيذ هذه الجملة Select star from my contacts. ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة ببساطة تعني select star بمعنى كل شيء، select قم باختيار كل شيء من my contacts. هذه الجملة عندما نقوم بتنفيذها ستقوم بالرد علينا أو ستقوم بعمل return لأوبجكت من class يسمى result set. result set my results يساوي، سينتج هذا من execute query. هذه الدالة بمعنى execute query ستقوم بالرد أو بعمل return إلى object من class يسمى my results. هنا الايرور الخاص بالimport control shift m يقوم بعمل الimport، فأصبح لدينا الآن هذا الobject المسمى result set. فتعرفنا الآن على الأوبجكت المسمى أو من نوع prepared statement، والأوبجكت الآخر من نوع result set. prepared statement ببساطة يحتوي على الجملة التي نريد تنفيذها، ولكن result set يحتوي على result. فكيف يمكننا أن نحصل على البيانات من داخل result set؟ result set ببساطة يمكن تمثيله كأنه جدول، وهذا منطقي أن result set التي تعود من عملية select أو عملية اختيار لداتا موجودة في جدول، أكيد الداتا التي تعود لنا تكون في شكل جدول، صفوف وأعمدة. كيف يمكننا قراءة البيانات الموجودة داخل الريزولت ست؟ ببساطة شديدة سنتخيل أننا نقف عند كل سطر، عند كل line أو عند كل row، ثم نقوم بقراءة الفاليوز الموجودة بداخل الكولومز لهذا الرو. كيف سيحدث ذلك؟ دعونا نكتب هذه while loop while myResults.next. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنني أقوم بعمل loop أو دالة تكرار باستخدام while. هذه الدالة ستظل تعمل حتى تنتهي الريزلت ست.
في كل مرة ستقوم بإخراج الرو التالي للرو الذي نقف عنده. في أول مرة ستقوم الدالة next بوضع my results كأنها تشاور على أول سطر أو أول رو في الجدول. فبالتالي إذا قمت هنا وذهبت إلى my results وقمت باستدعاء الدالة get string، هذه الدالة تأخذ اسم الكولوم contact name. هذا السطر عند تنفيذه سيقوم بالدخول إلى السطر أو اللاين أو الرو الذي تقف عنده الآن result set، ثم يقوم باستعادة السترينج فاليو الموجودة داخل الأوبجكت أو داخل الكولوم المسمى contact name. بالمثل إذا كتبنا my result get integer ثم قمنا هنا بكتابة contact age، سيرجع عمر الكونتاكت أو الدالة الموجودة داخل أو الفاليو الموجودة داخل الكولوم المسمى contact age. نريد أن نقوم بطباعة هذه الجمل، فبالتالي سنقوم بكتابة system.out.println name equal، ثم نقوم بعمل plus ونضع هذه الجملة، ثم نأخذ هذه الجملة أيضا لنضعها داخل الدالة system.out.println age يساوي plus، وبالتالي سيقوم البرنامج بتنفيذ هاتين الجملتين لأول رو، ثم ستقوم next بالذهاب إلى الرو التالي، فيقوم هذين السطرين بطباعة النيم والإيج للكونتاكت الثاني ثم الثالث وهكذا حتى تنتهي كل الروز الموجودة. دعونا نلقي نظرة سريعة على شكل الجدول الذي نحن بصدد عرضه. نتوقع أن يرجع إلينا في الريزولت ست ثلاثة روز الكولومز بها أحمد 21، إبراهيم 30، علي 40. هذا ما نتوقع أن نراه. دعونا نقوم بتشغيل هذا الكود لنرى ما الذي سينتج. معذرة، يبدو أنني أخطأت في كتابة اسم الجدول. معذرة، نعم كان هناك خطأ. معذرة، ظهر ما كنا نتوقعه. أحمد 21، إبراهيم 30، علي 40. هذه هي القيم الموجودة بالفعل داخل الدالة. سنتوقف في هذا الفيديو إلى هذا الحد بإذن الله، ثم نذهب في الفيديو التالي إلى الجزء الثالث من التعامل مع قواعد البيانات. تعاملنا في الجزء الأولاني مع الكونكشن، وفي الجزء الثاني مع القراءة من قاعدة البيانات. سنرى بإذن الله في الجزء القادم كيف يمكننا أن نكتب بيانات إضافية. سنقوم بإضافة كونتاكت إضافي داخل هذه دالة البيانات هذه، وليكن مثلا اسم سالم وعمره 50. سنرى كيف يمكننا عمل إضافة لهذا الكونتاكت داخل قاعدة البيانات. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.